أهم آخر الأخبار من قناة بي بي الحدث في بنغازي. أهلا بكم مشاهدينا. قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب أنه لا يستطيع أي طرف أن ينكر المسيرة الطويلة للقيادة العامة للجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف والفساد. مغيب أكد في منشور له عبر حسابه الرسمي أن القيادة العامة رسمت طريقا عبدت بدماء الشرفاء من أبناء هذا الوطن، فهي رقم مهم في المعادلة السياسية الليبية ومحاور للرئيس على أي طاولة للمفاوضات، مشيرا إلى جهود أبناء المؤسسة العسكرية والدعم الشعبي الكبير الذي أجبر العدو قبل الصديق على الاعتراف بها والتعامل معها. حضرت وزارة الدفاع الإيطالية هبوط الجيش الإيطالي في ليبيا وأصدرت أوامر بإعادته إلى إيطاليا بعدما رفضت السلطات التركية السماح لبعض الجنود من كتيبة سيليو وجوليا بالهبوط لأن تأشيرة الدخول كانت مفقودة في جوازات سفرهم. هذا وأضافت الوزارة في بيان لها أن طائرة عسكرية إيطالية هبطت بمصر قادمة من فيزا وعلى متنها 40 جندي للقيام بعمليات دعم في المدينة. واعتبرت الوزارة في بيانها أن منع قواتها الدخول إلى مدينة مصراتة من قبل ضباط أتراك هو شيء مهم لإيطاليا ولقواتها المسلحة، وصفا الأتراك بمعدومي الضمير لأنهم لا يسمحوا للجنود الإيطاليين بحمل أسلحتهم في العاصمة طرابلس. قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن تركيا تدعم بشكل واضح الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية والدول الغير مستقرة كاليمن وسوريا والعراق. وأضاف بكري في نشرة سابقة أن أردوغان يسعى إلى تحويل ليبيا لقاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية مثل قطر والصومال لتهديد أفريقيا وأوروبا. كما أكد عضو مجلس النواب المصري أن تركيا تحاول زعزعة أمن أوروبا بإشعال الأزمات في البحر المتوسط، مشيرا إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة والجهات الحقوقية لردع تركيا وإيقاف تدخلاتها. كشف خطاب مرسل من السراج إلى إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات عن طلب السراج بشأن إمكانية توفير طائرة خاصة لنقله رفقة الوفد المرافق له في رحلة ذهاب وإياب ما بين طرابلس ولندن. وكشفت الوثائق المسربة عن موافقة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب ما يعرف بالمجلس الرئاسي وقيامها بسداد قيمة استئجار الطائرة التي كلفت 68,500 من اليورو في يوليو في عام 2016. وكان مصرف ليبيا المركزي قد نشر بيانات حديثة عبر منصته الرسمية في يوليو الماضي والذي أظهر من خلالها عدم تسجيل أي إيرادات من قطاع الاتصالات منذ مطلع العام الجاري وحتى آخر يونيو لتسجل بذلك صفر كقيمة مسجلة. قال عضو مجلس النواب محمد العباني أن الميليشيات لا تختلف كثيرا عن بعضها، فقد نشأت جميعها بدوافع إجرامية للقتل والخطف والتعذيب وكذلك للهدم والتدمير لتحقيق غايات وأهداف سلطوية تمكنها من الإمعان في الفوضى والفساد وخلق بيئة غير آمنة. العباني شدد وفقا لصحيفة العين الإخبارية على أن ميليشيات مصراتة هي الأكثر تغولا وفسادا وتسليحا وتسعى أيضا لحصد أكبر قدر ممكن من الغنائم، وأشار إلى أن تعارض مصالحها مع ميليشيات طرابلس يؤدي إلى استخدام العنف لإزاحة الميليشيات الأقل قوة وعدد، مؤكدا أن حل الميليشيات ونزع سلاحها هو السبيل إلى إقامة سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان. مشاهدينا ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا ودمتم في أمان الله وحفظه.